يعني اللي انا شفته او الاستراتيجي اللي هم شغالين بيها هو فعلا شغال كده. يعني هو بيشوف ايه اكتر واردات بتتجاب في مصر، مظبوط، ومقسم الموضوع كاتيجوريز وصناعات معينه، ايه اكتر حاجات بيتم استيرادها في مصر وبادين يشتغلوا عليها. يعني هم البدايه اصلا بادين بكده، يعني هو بادئ على فكره كده بالظبط. يعني بالظبط هو ده، هو ده اللي انا شفته او الطريقه اللي هم اختاروها. التجميل احنا بنستورد مستحضرات تجميل بقد كده بالظبط، تقريبا اغلب اللي بنستهلكه بالزبط. مستورد وكلها فاتوره استيراديه. وعلى فكره هو يبقى في مصر فده كويس. وعلى فكره الضوابط الاستيراديه، يعني احنا الحمد لله، احنا مثلا احنا عندنا في الشركه، عندنا دلوقتي احنا مثلا بننتج لكل الشركات العالميه، يعني ده الحمد لله. يعني على فكره اللي سهل لنا شويه الضوابط الاستيراديه، يعني الضوابط اللي اتعملت على الاستيراد، لان زمان كان الاستيراد يعني اي حاجه بتدخل. لما بدا يتحط بعض الضوابط بدا الناس اللي بره هو عايز يشوف بقى مصنع كويس في مصر يقدر ينتج له بالشكل ده. فانت بعد ما انت كنت انت ماشي عكس التيار بقالك 8 سنين، بدل ما كان الوكيل انت عايز تشتغل، بدل ما كان التاجر بيروح للمصنع اللي في اوروبا مثلا بالزبط يجيب منه، لا فالمصنع بدا يقول لك طب افتح فرع في مصر. هو بقى عندك مصنع بكواليتي بستاندرد عالي كان موجود صح بالظبط كده. اصبح ان هو النهارده بقى بيفتح لنا، فده برده بقت اوبورتيونيتي برده بصراحه. يعني الضوابط الاستراتيجيه دي لا هي وسعت السوق شويه في حته معينه. اكيد طبعا في بقى مصاعب في الحاجات الثانيه اللي هي الظروف دي، لكن اكيد الضوابط دي اكيد بتخلينا احنا كمصنعين نقدر نشتغل. الحوافز بقى اللي اتحركت كلمة على التسهيلات في الورق والتراخيص والمعرفش المعوقات دي، ولكن الحوافز شايفها ازاي؟ بص هو يعني اللي انا شايفه، انا بحكي تجربه بجد حقيقيه بجد وهو حقيقيه فعلا. يعني انا احنا حتى يوم يعني سياده الرئيس لما كان موجود انا كان يعني ليا الشرف. حضرتك اتكلمت احنا كنا لسه بنذيع الجزء بالظبط كده وكان ليا الشرف يعني ان انا قلت كلمه. انا حتى بقول لسياده الرئيس يعني بقول له ان استمرار ابدا اهم من وجودهم نفسه. يعني فكره ان هم يستمروا بنفس الحماسه وبنفس القوه وان هو يبقى فاتح في كل القطاعات، لان هي الفكره نفسها هي صحيحه جدا جدا. وبالعكس احنا كلنا كمصنعين احنا بجد محتاجينها في مصر طبعا، لكن استمرارهم ووجودهم بالقوه والحماس ده بيخلينا نقدر نفتح، نقدر نشوف ان في مشكله تانية فبيقدر يتصدى ليها. يعني انا اوتوماتيك على طول انا مثلا بدات افكر ايه، طب لو انا عايز دلوقتي ان انا ابدا اصدر، طب ما انا عايز استغل بقى ان يبدا يدعمونا في فكره التصدير. طب احنا مثلا النهارده عندنا مكاتب التمثيل التجاري مثلا لبره مصر، طب ما ابدا تحاول تبقى برده زي شورت كات تاني برده في حته تانية. الكتالوج بتاع الصادرات المصريه مثلا، الكتالوج ده حلو بالظبط من خلاله. بالظبط بالظبط بالظبط. والله احنا على فكره احنا عندنا والله في مصر بجد فرصه ان احنا نصدر بجد. يعني لا يعني احنا ما بنصدرش بالشكل الكفايه اللي احنا مصر تستاهل انها تصدر بيه. يعني حتى لو احنا حتى بنصدر بالظبط يعني طبعا. يعني مصر تستاهل تصدر اكتر. يعني في بلاد اقل مننا بتصدر اكتر مننا. يعني انا بتكلم عن صناعتنا احنا تحديدا. يعني فيعني ربنا ان شاء الله يا رب يعني يصلح حالي يا رب باذن الله.